انعكس في المكانة الرفيعة التي بلغها الأدب العماني ووصوله إلى المنافسة في المسابقات العالمية، وتبوء الكتاب أو الكتاب والأدباء والشعراء الصدارة في المهرجانات والملتقيات الدولية وحصولهم على الجوائز الأولى، الأمر الذي يعد مفخرة لنا جميعا. من أهداف الجمعية التي قامت عليها هو الإسهام في الحركة الأدبية والفكرية في السلطنة والعمل على تفعيلها وازدهارها. وحدها عمان هامة بتميزها أرضاً وشعباً، وحدها قيمة لا توازن ولا ترتهن بفكرها وقيمها لحوادث النوازل الطارئة، ولكنها تصنع الأمجاد وتكتب التاريخ بما يجب أن يكتب به أثراً وفعلاً وصياغة التأثير في الأحداث والحوادث. هذا الجائزة التي تقام سنويا من جمعية الكتاب والأدباء العمانيين هي جائزة محفزة لكل الكتاب والأدباء ومحفزة للإنتاج الأدبي وتثري المكتبة العربية والمكتبة العمانية. الفوز شعور لا يوصف، شعور جميل جدا، وهو تقدير لي شخصيا ككاتب وتقدير للأدب والشعر الشعبي في السلطنة، وهو يعني جزء ما لا يتجزأ من الأدب العماني والأدب المحكي في هذا الوطن الغالي. الحمد لله رب العالمين على هذا الإنجاز، وجاء بعد جهد وعناء في الكتابة وإصدار هذا الكتاب وهو القبعة. هذا التكريم هو في الواقع ليس لشخصي بذاتي، ولكنه تكريم لكل المثقفين والأدباء في عمان الماضون والقادمون إن شاء الله. فأنا سعيد جدا بهذا التكريم، وأتمنى إن شاء الله أن يكون تأكيد لمزيد من الإنتاج الأدبي والثقافي في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. طبعا أي فوز في مجالات الثقافة يمثل إضافة للكاتب، سواء كانت إضافة إبداعية أو إضافة بحثية مثل الدراسات النقدية، هي إضافة في البحث، يعني البحث العلمي والدراسات الأدبية، وطبعا يمثل للكاتب تحفيز ونقلة وفي نفس الوقت أمانة بأنه يواصل هذا. طبعا أنت أخذت جائزة، إذن لابد أن يشكل لك هذا أمانة لمزيد من العطاء والمزيد من الدراسات. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن في هذه الجمعية، جمعية الكتاب، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، نتشرف نحن المبدعون ونحن الكتاب بأن نكون في أروقتها ضمن التكريم المبدعين في هذه الجائزة السنوية، والتي أصبحت حجر أساس في خطة الجمعية وفي نشاطها السنوي. تكريم مكتبة الشيخ محسن بن زهران الأهلية في ولاية الحمراء يمثل لنا فخرا كبيرا وتتويجا لسنوات من العطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. حقيقة بداية نود أن نشكر الجمعية العمانية للأدباء والشعراء، ونتمنى أن نكون في حسن ظنهم في بهذا الاختيار وهذا التكريم.